ترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة جدا من المصالح المشتركة على كافة الأصعدة، فزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر تأتي في إطار التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشأن قضايا المنطقة، خاصة في الملف الليبي. العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية بعمقها العربي، حيث ترتبط البلدان بروابط وعلاقات متميزة على كافة الأصعدة، ازدهرت وتطورت منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 للجزائر، وهي الأولى له بعد توليه مسؤولية البلاد، في ضوء العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والجزائري، وتم خلالها استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية بهدف تعزيزها وتنميتها بما يتناسب مع تاريخ العلاقات بين البلدين وما شهده من مواقف مصيرية تبادلت فيها الدولتان أدوار التأييد والمساندة. تنسيق مصري جزائري مشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشأن قضايا المنطقة، ظهر ذلك جليا في العديد من الملفات خاصة الملف الليبي، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة، من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا. الملف التونسي أيضا كان على رأس مباحثات مسؤولي البلدين خلال لقاءاتهما، حيث تم التوافق على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده. بالإضافة إلى التنسيق السياسي بين البلدين بشأن قضايا المنطقة، كان هناك تعاون أمني وتبادل للمعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدا للمنطقة بأكملها. اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين تكشف عن حجم الثقة المتبادلة بين مصر والجزائر والعلاقات الوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، والتي تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول العربية.